يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 10 اكتوبر 2019، و11 صفر 1441. النهارده 10/10، العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للصحه النفسيه. حددت منظمه الصحه العالميه النهارده لتوعيه العالم كله ان هم ازاي ياخدوا بالهم من صحتهم، الصحه النفسيه. وشعار منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للصحة النفسية: لنعمل معا على منع الانتحار. ده الشعار بتاعهم سنة 2019. منظمة الصحة العالمية WHO حددت اليوم دوت مخصوص للتوعية للعالم كله. وكمان حددت الانتحار ليه؟ لأن ده مرض العصر اللي جاي. المشكلة كلها الاكتئاب. الاكتئاب بيؤدي إلى الانتحار. يعني في دراسات كتيرة وفي أبحاث كتيرة أثبتت أن كل 40 ثانية في عملية انتحار، يعني في حالة وفاة بسبب الانتحار. يعني 8000 حالة أو 8000 شخص بيموتوا في السنة بسبب الانتحار. طبعا الانتحار قبليه مرحلة، هي مرحلة الاكتئاب. النهارده هنتكلم عن اليوم العالمي للصحه النفسيه، اسباب، وناخد بالنا ازاي من الصحه النفسيه بتاعتنا، الاسباب والاعراض. وهنتكلم عن كمان دور الاباء والامهات ان هم ازاي ياخدوا بالهم من اولادهم ومرحله المراهقين، وازاي ياخدوا بالهم على الصحه النفسيه لاولادهم. لان كمان في دراسات بتقول ان الانتحار بيتراوح عمره ما بين 15 ل 29 سنه، وده مشكله كبيره جدا بتقابلنا. طيب تعالوا النهارده نعرف كل حاجه خاصه بالصحه النفسيه مع الاستاذه نجوان ناجي، اخصائي العلاج النفسي وعلاج الادمان. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه ما راح. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم اليوم العالمي للصحة النفسية. وهنتكلم معاه النهاردة في كل حاجة خاصة باليوم العالمي للصحة النفسية. معانا الأستاذة نجوان ناجي، أخصائي العلاج النفسي وعلاج الإدمان. صباح الخير يا دكتورة نجوان. صباح النور. أهلا بيكي، شرفتينا. تسلمي. يعني حظنا حلو النهاردة إن 10/10 ده اليوم العالمي للصحة النفسية. عايزين بقى نتكلم عن إيه هو المرض النفسي في الأول لمشاهدينا علشان يبقوا عارفين. هو نتيجة الظروف اللي احنا عايشينها دي والحياة الصعبة طبعا، الآثار دي بتعمل اضطرابات في السلوك للناس، بتبقى سلوكها مش كويسة، أو وجدانها نفس مشاعرها بتتلخبط، أفكارها بيحصل فيه أفكار مرضية، فكل ده بينتج عنه أنه بيبقى مريض نفسي في الآخر يعني. يعني اي حق يعني في اعراض معينه احنا لو لقيناها عند حد المفروض ان هو يتجه للمريض، يعني للطبيب نفسي. يبقى كده هو مش لازم يكون مرض يعني كبير، بس ممكن يكون عنده اضطراب بس. فاحنا ما سيبوش لحد ما يوصل لا قدر الله للانتحار، اللي تعب بقى الشديد او كده. فلما يكون عندي اعراض بسيطه زي عندي حزن شديد، عندي بدات ان انا مش جاي لي نفسي اروح شغلي، مش جاي لي نفسي اقعد مع حد، مش النشاطات اللي انا كنت بحبها لو بلعب رياضه. دي اعراض دكتور استاذه نجوان، دي اعراض المرض النفسي في البدايه؟ في البدايه احنا اول حاجه بنلاحظها على المريض ان هو بيبدا شغله يتلخبط، مواعيده ما عادتش مظبوطه، ما يروحش شغله كتير، علاقته باهله بتبقى مش كويسه، علاقته باولاده، علاقته بزوجته لو هو متجوز. بيهتم، مفيش اهتمام بنفسه زي الاول. لو هو كان بيمارس رياضه او نشاط معين بيبقى ما عندوش الحافز ان هو يروح تاني التمرين، ان هو يكمل في حاجه بيحبها. يعني رغم ان دي حاجه بيحبها بنلاقيه خلاص ما عادش عنده شغف بالحياه.
فبنبدا ناخد بالنا من ده. طبعا منظمه الصحه العالميه النهارده اليوم العالمي للصحه النفسيه طبعا بيناقشوا فيه تغيرات فعلا النفسيه والتغيرات الاجتماعيه اللي بتحصل خلال السنه كلها. فطيب ده بقى هل الشخص ممكن يخرج من الحاله دي من نفسه ولا لازم يتجه لطبيب، لازم يشوف وصل للحاله ايه بالظبط علشان ما يوصلش لمرحله الاكتئاب، لان المشكله الاكتئاب بيؤدي في الاخر الى الانتحار. تمام. هو المرض النفسي يعني بيكون اثره على النفس البشريه شديد قوي، يعني هو بيكون صعب فعلا، بيأثر عليه. مش كل طبعا يعني احنا الطبيعي بنزعل وبنتاثر بيحصل لنا مشاكل، بس في حاجات معينه انا لو فضلت في الحاله دي وقت معين انا كده خلاص انا لازم اروح لدكتور. بس احنا للاسف يعني المجتمع بتاعنا ما عندناش بقى يا استاذه نجوان، ما عندناش ثقافه المرض النفسي، ان احنا ازاي لما احس بحاجه فعلا تعباني اتجه للطبيب النفسي على طول. طب نغير الثقافه دي ازاي يا استاذه نجوان؟ احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنوعي الناس بالاعراض المرض النفسي، ان المريض ده ممكن يكون شخص متدين وكويس ويعني تمام زي الفل خالص، بس بيتعب نفسيا. يعني مفيش حد كبير على المرض، زي حد جاله سكر، جاله ضغط، جاله قلب، جاله زايده، اللي احنا ليه ما يعني ليه لما حد يجيله زايده ما بنلومش عليه او نقول له انت مقصر مع ربنا؟ لا، ليه؟ هي الوصمه للاسف ان شايفه المرض النفسي انت كده، طب صلي، طب خلي علاقتك حلوه بربنا، انت بس محتاج تقرب من ربنا. لا ده طبعا. وكمان المرض النفسي بيجي لاي شخص، فقير، غني، متعلم، في جاهل، اي بلد في الدنيا يعني على مستوى العالم كله فعلا. طيب ليه بقى منظمه الصحه العالميه WHO حددت الشعار دوت اللي هو ان نعمل معا على منع الانتحار؟ حددت الانتحار سنه 2019 بصراحة. هو في أعداد فظيعة، كل 40 ثانية في حد بينتحر، ومعظمهم فئة الشباب اللي هم من 15 ل 29 فئة الشباب. فلا لازم نعمل وقفة فعلا، يعني مش هينفع ان احنا في فئة معينة عمالة تضيع مننا. كمية شباب بتموت، بتنتحر بطرق مختلفة، ولما بنعلن عن طريقة الانتحار ده مثلا في حد معين توفى بالطريقة دي او انتحر بالطريقة دي، الشباب بتسمع خلاص ما عادش عندهم قدرة ان هم يبقى في عندهم قوة نفسية ان هم يستحملوا. لا خلاص انا عندي مشكلة، متضايق، البيت مش شايفني، اهلي مش حاسين بيا، انا خلاص بقى انا هنتحر. بيكون اسهل حل، بيبقى يعني خلاص زهق من الحياه كلها وحاسس ان هو خلاص يعني انا مش عايز كل حاجاته وقفت وتفكيره. حتى كمان يا استاذه نجوان الاكتئاب يعني معظم بقى الـ يعني دراسات اثبتت ان الاكتئاب هو بقى المرض العصر اللي جاي، يعني اللي ما يبقى ملهوش علاج. يعني اي حد لو عنده سكر، عنده ضغط، عنده اي مرض تاني بيقدر يتحرك، بيقدر يروح شغله، بيقدر يتعامل مع كل الناس وفي الحياه اليوميه بتاعته. لكن المشكله الاكتئاب بتلاقيه ما بيروحش شغله خالص، ما بينزلش، ما بيحبش يختلط بالناس، تلاقي ليه تفكير تاني، وفي الاخر فعلا بيؤدي للانتحار. طيب اعرف ازاي ان انا داخله في بدايه الاكتئاب؟ هو الاكتئاب درجات، يعني انا مش مثلا بكتئب شويه فخلاص انا بوصل للانتحار، لا هو درجات، ثلاث درجات، يعني في درجه بسيطه، متوسطه، درجه شديده. فانا ببدا الاول الاحظ ان انا لو في اعراض معينه لو استمرت معايا لمده مثلا زي 6 شهور مثلا، انا مش ماليش مزاج اروح شغلي اللي بحبه انا ما عنتش ببقى عايزه اروحه، اهلي ما عنتش بهتم بيهم، باهتمامي بنفسي، علاقتي الجنسية بمراتي، علاقتي بولادي، مش بسأل عليهم في الدراسة، مش بسأل عاملين ايه، عندي حزن شديد من غير سبب، يعني مفيش عندي سبب للحزن ده، حاسس ان انا ماليش اهمية في الحياة. طيب يا دكتور استاذة نجوان المشكلة احنا عندنا كلنا الاعراض دي، يعني عندي دايما بنحس ان احنا مش عايزين نخرج، زهقانين، حاسين فعلا ان احنا عايزين نقعد لوحدنا، ما بنكلمش حد. هل هي دي فتره وممكن الشخص يخرج منها، ولا بتبقى فعلا انت داخل في مرحله بقى لازم تعمل مع نفسك وقفه؟ لا، في اعراض عندي لازم يتوفر زي 7 اعراض كده علشان انا اكون اتشخص اكتئاب، لازم مده 6 شهور مثلا. مش اي حد يحصل له الظروف دي، مثلا في حد حصل عنده مشكله فهو زعلان منها، فهي بتاخد وقتها وبتعدي، ممكن يروح في الوقت ده يتجه لطبيب نفسي، معالج نفسي، يعني يشاركه في داويت ويخرج من الضغط ده. وفي اكتئاب موسمي بقى زي الفتره دي بتبقى من نقله الصيف والشتاء، اللي هي الفتره بتاعه الفصول دي بيحصل اكتئاب موسمي، يعني الناس كلها تلاقيها كده في حاله كده من الاكتئاب، زي دخول المدارس كده تلاقي الناس كلها
طيب استاذه نجوان معانا تليفون هناخده وبعد كده نكمل حوارنا. صباح الخير استاذه منى، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، منورين الدنيا. ميرسي يا حبيبتي، اهلا بيكي. ربنا يبارك لك، البرنامج ده ممتاز والله، ربنا يبارك لكم، لان فعلا المشكله دي انا عندي بنت اختي برضه ودتها الدكتور، كانت نفسيتها تعبانه برضه، حاولت الانتحار اكثر من مره، فانا لما لقيت الدكتوره بتتكلم فعايزاكم يعني البرامج دي بقى فيها توعيه كتير، يعني يخلي الناس تخلي بالها من ولادها، ويبقى في توعيه في البرامج، ويعملوا ايه لو حاسس انه عايز يمتحن، ايه الحل اللي يقدر يعمله. صح يا حبيبتي، برافو عليكي، برافو عليكي يا منى. وطبعا احنا الهدف البرنامج التوعيه، التوعيه للاسره، التوعيه للمجتمع، المدرسين كمان في المدرسه لازم يكون لهم دور في ان احنا نعرف ايه هو المرض النفسي وناخد بالنا من الصحه النفسيه. طيب انت قلت لي الموضوع دلوقتي يعني ما كانتش في مصر الظاهره دي خالص، ده انتشرت من سنتين بس. اقول لك ليه يا منى بقى؟ والاستاذ ان التكنولوجيا والسوشيال ميديا هي اللي خلتنا احنا في مرحله الاكتئاب الفظيع ده. عارفه والله، ربنا يبارك لك، يعني على قد ما تقدروا اعملوا توعيه، خليني الصغيرين يخلوا بالهم، لان الصغيرين هم اللي في المضمون الموضوع، يمكن الكبار خلاص بالنسبه لهم قليل قوي اللي بينتحر حد كبير، لكن الصغيرين هم اكثر ناس بيبقوا مقبلين على الانتحار، مش عارفه ليه، لو ان الحياه قدامهم كويسه. صح يا استاذه منى. طب انت قلتي لي بنت خالتك كانت لا بنت اختي صغيره. بنت اختك عندها كام سنه بقى؟ 18 سنه، فتره المراهقه. هي اتخطبت وبعدين بعد كده رفضت العريس، فلما والدها ضغط عليها فانتحرت، بس الحمد لله يعني على اي سبب، انا اقصد على اي سبب. اي سبب صح. شكرا يا استاذه منى حبيبتي، ميرسي قوي. شكرا، ميرسي، اهلا، مع السلامه. الاستاذ رمضان من البحر الاحمر، صباح الخير يا استاذ رمضان. فصل. طيب تابعنا تاني. مشكله كبيره جدا يا استاذه نجوان طبعا، لان هي عندها 18 سنه وحصل ظروف في الاسره فكانت هتنتحر، ما قدرتش تتحمل اي ضغط. الحمد لله. طيب ليه بيحصل كده؟ هو التفكير بيجي الانتحار على طول، هو يعني هو في جزء منه عوامل، يعني في عامل كبير قوي الاهل، يعني احنا ليه مش بنشوف ولادنا غير وهم رايحين ينتحروا؟ يعني احنا ليه طول الوقت ولادنا كويسين وزي الفل وبياكلوا وبيشربوا وبيروحوا المدرسه وبيناموا؟ لا، هي مش كده، هي انا ابني ده انا بسمعه بطبطب عليه بحضنه، ولا هو بس عشان انت شاطر فانا هجيب لك كذا، انت شاطر فانا هكافئك؟ لا، انا لازم اقبل ابني، هو حلو هو وحش، هو فاشل هو ناجح، ده ابني وانا بحبه، اطبطب عليه احضنه، احسسه بوجودي، احسسه ان انا دايما معاه، بسمعه بفهمه، حتى لو هو بياخد قرار غلط اتناقش معاه. حاسه يا دكتوره استاذه نجوان ان احنا ما عندناش ثقافه الحوار دلوقتي مع اولادنا المراهقين او الشباب؟ للاسف انا بيجي لي ناس كتير طبعا في سن المراهقه ده بيشكوا لي جدا، احنا مش عارفين نوصل لحل مع اهلنا، لازم يكون في توعيه. طيب يعني ناخد معانا الاستاذ رمضان، رجع تاني. صباح الخير يا استاذ رمضان، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الادمان اكثر طرق للانتحار. يعني مؤهل لكل مكان، الموت ساكن في الادمان، محبوب لابن اي حضاره، انسان في الادمان غرقان، يا ما هلك اقوى الاوطان، بعد ما عشعش فيها زمان، الادمان اسبابه كثيره، الادمان اسبابه كثيره، انسان صاحب لشيطان، حتى المال السايب يفتح. الله يا استاذ رمضان من البحر الاحمر، شعر جميل جدا، بيقول لنا شعر عن الادمان، والادمان فعلا هو سبب الانتحار. بشكرك جدا يا استاذ رمضان، يا ريت تتابعنا ان شاء الله. ايه رايك يا استاذه نجوان في الادمان هو فعلا من الاسباب اللي بتؤدي الى الانتحار في الاخر؟ هو اصلا انا مجرد ما بتجه لطريق الادمان فهو طريق قصير للانتحار اصلا. يعني انا بفضل عندي كبت، عندي اكتئاب، عندي قلق، عندي مرض نفسي، وانا ما فيش حد شافني، ما فيش حد اصلا واخد باله مني، مفيش حد من اهلي اصلا شاف ان انا مضغوط نفسيا، فانا بتجه لايه؟ لاصحاب السوق، اجرب حاجه علشان تطلعني من اللي انا فيه. هو فاكر ان لما ياخد الدرجه فانا كده هعرف اخرج من المشكله، هيخرج من المشكله، للاسف بيقع في مشكله اكبر، الصحه، يعني الصحه النفسيه، صحته النفسيه والجسديه وعلاقات وكل حاجه يعني الادمان بيدمر كل حاجه بقى خلاص. مظبوط. فهو طريق قصير للانتحار، للانتحار فعلا. طيب ناخد ام عبير من انا، صباح الخير. ام عبير انا، صباح الخير.
توطي التلفزيون سمعنا من التليفون. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا ام عبير. اهلا وسهلا، منورين الشاشه يا جماعه. ميرسي يا حبيبتي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي استاذه نجوى. انا معايا جوزي مدمن ولا حاجه خالص، بس ايه عنده حاله كده يقعد لوحده ومش عايز يكلم حد ومعدود، واي اي تراب يجي من الشارع اي حد معوش حد يدخل ولا يطلع عليه ولا حاجه خالص كده. يقول لي بعدوا عني كده خلاص، حدش يقرب عليا، حدش يكلمني كده، وحالتي النفسيه انا واولادي تعبانه خالص. طيب الحاله دي بقاله قد ايه في الحاله دي يا ام عبير؟ هو يعني بقاله 20 سنه في الموضوع ده، في ابتزاز زاد شيء اكيد هيزيد يا ام عبير، لان ما عرفتوش السبب ايه وحاولتوا تعالجوه من الاول، او هو يشوف هو ايه السبب ايه اللي مضايقه. يعني احنا الصراحه طلبنا منه كذا مره يعرض نفسه للدكتور نفساني، ما رضيش خالص، قال لا مستحيل، هو عصبي جدا وحالته كده صح يا ام عبير. طيب يا حبيبتي استاذ نجوان هترد عليك. دي النقطه اللي بنتكلم فيها يا استاذ نجوان في بدايه الحلقه، ان احنا ما عندناش ثقافه المرض النفسي، ان احنا ازاي ان انا راجل وقوي نغير ثقافتنا ونعرف ان ده حق علينا. يعني المشكله في المرض النفسي ان هو ما فيش حد يقدر يخرجك الا نفسك من المشكله هو دي. هو مبدئيا هو المرض النفسي مش ان انا اقعد اتكلم معاه واقول له انت هتخف وهتبقى كويس وتنميه بشريه والكلام ده، لا، لازم هو طبيب نفسي علشان يدي علاج دوائي، ومعالج نفسي عشان يتكلم معاه في تعديل افكاره. طب يا استاذه نجوان هي بتقول بقى له 20 سنه في الحاله دي، واكيد هي بتقول زادت، اكيد طبعا هتزيد، مؤثر على البيت كله، والله اعلم، اكيد مؤثر على البيت كله وعلى الاسره وعلى الاطفال طبعا وعلى الزوجه. اول حاجه هي مهمتها لو تقدر تساعده هي تروح لطبيب تحكي له الحاله بتاعته وتقول له اعمل معاه ايه، يعني حتى يساعدها بطريقه غير مباشره. يعني احنا بنحاول نقدم المساعده، حتى لو انا جالي مثلا تيجي لي ست كتير انا جوزي مثلا مشكلته كذا 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 وهو مش راضي ومش قابل، ببدا اشتغل معاها ان هي تساعده ان هو يطلع من الحاله دي، وممكن تقنعه بعلاج لو ينفع حاجه بسيطه، نحاول نساعده، في الاخر هو انسان لازم نساعده يعني. ويا ريت هو اللي يساعد نفسه، يا ريت طبعا طبعا، يعني يا ريت ان هو يشوف ان هو حالته بتتدهور، فهو اهم حاجه الانسان يخرج من زي اي مرض. زي اي مرض. طيب معانا الاستاذه ياسمين. الو السلام عليكم. بني سويف، صباح الخير يا استاذه ياسمين، اهلا بيكي. صباح النور، ازي حضرتك عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. اذا سمحت يا دكتوره، انا جوزي طول الوقت عصب ومتضايق ومش طايقني ولا طايق ابني، وبيضرب الولد على طول يعني، وقاعد كده مع نفسه على طول يعني. متجوزين بقالكم قد ايه يا ياسمين؟ بقالنا سنتين. بقاله كتير في الحاله دي ولا لسه مؤخرا؟ من قبل ما يتجوزني وهو كده مكتئب على طول طول الوقت، وقاعد كده واخد جنب على طول مع نفسه يعني. يعني ما عرضتيش عليه كده ان انتوا تروحوا سوا مثلا لدكتور استشاره نفسيه كده؟ هو اصلا مستغرب نفسه يعني، ساعات يبقى حلو وساعات يبقى وحش جدا. هي طيب بيشرب سجاير يا ياسمين؟ لا خالص ولا اي حاجه. يبقى مفيش بقى غير التغيرات النفسيه اللي بتحصل، التقلبات اللي بتحصل له. طيب يا ياسمين ميرسي قوي يا حبيبتي، شكرا. ناخد معانا الاستاذ مصطفى. صباح الخير. اهلا. أي. اهلا يا استاذ مصطفى، اتفضل. طيب تابعني يا استاذ مصطفى. ياسمين، هي مشكله الرجاله كلها ان هم لوحدهم في عزله كده ومش عارفه ايه السبب. هل ضغوط الحياه يا استاذه نجوان والحياه اللي احنا الريتم العالي السريع اللي احنا بقينا فيه، وهل فعلا التكنولوجيا بقت تاثر علينا والسوشيال ميديا بقت تاثر علينا لدرجه ان احنا بقينا منعزلين وكل واحد منعزل بقى لوحده، حتى الزوج حتى الاطفال حتى المراهقين حتى الزوجه؟ هو ده طبعا اكيد عامل من عوامل الضغوط، المجتمع نفسه يعني العالم كله اصلا في ازمه، مش بلد معينه او مكان معين
بس هو يعني هي ممكن تعرض عليه بطريقه كويسه، تعالى نروح انا مضغوطه، تعالى معايا ساعدني، تعالى نروح للدكتور نتكلم معاه، كانها استشاره يعني. ما تقولوش تعالى انت مريض نفسي ولازم تروح تتعالج، يعني هي بتفرق بس في الطريقه ان هي بتحتويه وتقول له انا كمان محتاجه، انا مضغوطه، لان هي طبيعه اكيد متاثره طبعاً. الولاد هيتاثروا طبعا، وبعدين الام والاب يعني عمودين في البيت، فلو واحد فيهم متاثر خلاص البيت كله بيتاثر غصب عنه، بتبقى طاقه في البيت كده. فلازم لازم يروح لطبيب، لازم ياخد حتى بتبقى علاج دوائي، مش 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 هيبقى ادمان ومش هيمشي عليه كتير، تبقى حاجه بسيطه تظبط كميه المخ. وكمان الميزه يا استاذه نجوان في ان الواحد يروح لدكتور او دكتور نفسي او يعني اي شخص تاني قريب منه ممكن يتكلم معاه. يعني هو الهدف من 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 منظمة الصحة العالمية كمان اليوم العالمي للصحة النفسية ان انت تتكلم، ان انت تشوف شخص تبقى امين يكون كويس تتكلم معاه، الهدف ان انت تطلع كل اللي جواك، لان هي المشكلة ان احنا كلنا نكتم جوانا مرة في مرة في مرة فبيحصل انفجار في الاخر، فهي مشكلة الحوار مش موجودة. ده حقيقي، هو يعني من حاجات اللي بتخلي الصحة النفسية كويسة ان انا علاقتي باصدقائي كويسة، علاقتي بجيراني، علاقتي باهلي، دي كلها بتخلي البني ادم اقوى نفسيا اصلا. طيب دكتوره نجوان للاسف، استاذه نجوان للاسف الوقت بقى يمر بسرعه، احنا عايزين بقى نصائح للمشاهدين كده ان هم ازاي يخلوا بالهم من الصحه النفسيه وياخدوا بالهم من كمان اولادهم، لان في الاخر نسبه الانتحار انت عارفه من 15 ل 29، فدي مؤشرات صعبه جدا علينا كلنا، بتاثر على المجتمع وبتاثر على الاسره وبتاثر على البلد او العالم كله اللي بيبقى فيه نسبه انتحار او حاله اكتئاب. بقول لك يعني كل ام وكل اب اللي هم اساس البيت طبعا ياخدوا بالهم من ولادهم، لما يبدا طفل يعني يبدا يبعد عنهم شويه، ما ينزلش مع صحابه، ما يقعدش مع حد، قاعد على السوشيال ميديا كتير، مكتئب بيعيط، في مثلا ساعات بيبقوا ياذوا نفسهم بعلامات ايده، يعني اخد بالي دايما من ولادي ايه بيعملوا ايه، واخده بالي صاحيه لهم. وبقول لكل ام واب بقى ان هم خد بالك من نفسك انت، لان انت اصلا لو انت عندك مشكله فانت مش هتعرف تدي حاجه، مش هتعرف تربيهم كويس، مش هتعرف تقدم لهم حاجه كويسه. فانا لازم اخد بالي من نفسي انا، يعني اكون انا حنين مع نفسي، لازم لو انا عندي مشكله اروح فورا واتعالج. فورا وتعالج واشوف المشكله فين واتكلم وفضفض واحكي واقول على كل اللي جوايا، ما تفضلش تكتم جواك، ما تفضلش قاعد مع نفسك كده في كينونتك الخاصه، ده بيؤدي الى فعلا مرض نفسي والامراض كتيره وممكن يؤدي الى مشاكل فيما بعد والاسره والمجتمع تتاثر بيه طبعا. دكتور استاذه نجوان انا بشكرك جدا جدا على الحلقه الجميله دي، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله. ميرسي طبعا، وبنشكر كل المشاهدين اللي اتصلوا بينا، واحنا اسفين طبعا على الاتصالات الكتير مش قادرين طبعا ناخدها عشان البرنامج، في حلقه تانية باذن الله نكمل معاكم عن الموضوع. اهم حاجه ان انت تاخد بالك من صحتك والصحه النفسيه والتغذيه والنوم كويس جدا، لان النوم ما نمتش كويس بيؤدي الى التوتر. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ونشكر الاستاذه نجوان ناجي اخصائي العلاج النفسي وعلاج الادمان. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه مع راحه البال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه مع راحه البال. يا صباح الصحه والخير للاعلان على قناة